احنا كل نهار كنعيشوا المشكل ديال فين ستاسيوني بزاف، وهادشي كيلعب لنا على اعصابنا يوميا لاننا ملي كنجيو ما كنلقاوش فين نحطو الطوموبيل. كنضطروا اننا نحطوها فوق التروطوار، مجبرون اخاك انا بطل. اذا ديجا حنا كنقبلوا على هذا الوضع هذا اننا نديروا الضرر للسيارات ديالنا، لان كيضروا السيارات ملي كنحطوهم يوميا طالعين هابطين فوق التروطوار. الا ان حتى هذا ماشي حل، لان كيجيو ديباناج وكيهزوا لنا الطوموبيلات ديالنا، وهذا الشيء كيتكرر ومتعدد دائما دائما دائما. الموظفين كيتعرضوا لهذا الهجوم. يعني شنو التعليق ديالك بخصوص ركن السياره ديال المدير اللي كانت هنايا؟ يعني شنو التعليق ديالك؟ نفس المشكل نفس المشكل. اذا شنو المطالب ديالكم الاساسيه؟ المطالب ديالنا ما يعاودوش يهزوا لنا الطوموبيلات من باب الاداره، يعطيونا ابتساع، يلقاونا الحل لهذا المشكل، يعطيونا ابتساع. اي واحد لا من المدير ولا من 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 الموظف البسيط كيضطر انه يطلع السياره ديالو فوق. انت اليوم كنتي ضحيه؟ انا كنت ضحيه باش هبطت باش ناخذ السياره ديالي، كنلقى ان السياره ديالي تهزات. نعم. ولمن تتحملي المسؤوليه؟ حنا يديروا لنا باركينغ، المجلس البلدي يدير لنا حل للموظفين. نعم. تقول لما كان تحملوا المسؤوليه، شنو المسؤوليه كاينه اصلا؟ ما كاينش شي مسؤوليه، ما كاين حتى شي مشكل. المشكل اللي عندنا هو دوك الناس ديال دوك البوليس عطونا ابتساع القزا درنا وسالينا الهضره. الله يجعل البركه. المواطن هو اللي مضروع من هذه المساله. علاش؟ لان شاك فوا تتخذ الطوموبيله ديال ان فونكسيونير، لو فونكسيونير اللي طوبليجي يمشي للديباناج ويخسر نهار كامل. دونك شكون الخاسر الاكبر؟ هو المواطن. دونك لو سيرفيس بوبليك هو اللي مي اون جو. دونك تتمناو يكون شي حل سريع، وعلاش لا يكون موقف سيارات خاص بالموظفين، لان سي با نورمال. المشكل تخلصوا 18% في النهار، حنا غير 18 بلاصه و 600 ديال البلاصه، ونستجيو نخلصوا مع الناس. كاين اللي تعطينا دابا مو 10 دراهم. كاين اللي تيتهموكم انكم انتم بلطاجيه ديال الشباط. فين بلطاجيه ديال الشباط؟ تيقول لك لا ماشي صحيح، حنا ماشي بجهه الشباط، حنا من جهه تيقول كاين من العمل. عندنا وقعه، عندنا وثيقه بان تقول مكاين من الجماعه. شحال الكريو دابا؟ 18% بلاصه، 18 بلاصه ب 18%. فهمت؟ من البوطو راه فين المسافه دابا اللي كيديروا في الجامعات راه عيب. علاش؟ لانه هذا كيوقف مثلا، كيوقف قدام الدار ديالو ويخلص، ويجي واحد ويقف قدام يقول له لا انا كاري، لا انا كذا، فهمت؟ انا هذا اش ما كاينش. انت لا بغى مثل يشجع السياحه وتكون بلادو فيها، هاد الشيء مسائل ما خصهاش تدخل. كاين البايس اللي هما ديال العلامه، دايره علامه بانه علامه الموقف، هذا ما كاينش مشكل. دابا ولا عام كيجي قدام الدار ديالك ويهداك ويبقى يوقف. شكرا جزيلا.